احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بوارزازات يوم أمس الجمعة 12 من فبراير الجاري لقاء تواصليا جمع المنسق الجهوي للحزب السيد سعيد شبعدو ورئيس الغرفة الفلاحية بجهة درعا تافيلالت عبد الكريم ايت الحاج وعمر الباز منسق الحزب بوارزازات وعلال بن شهاب نائب رئيس المنظمة الصحية للأحرار والمنسقين المحليين بالإقليم ومناضلي الحزب. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر الباز المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني الاحرار باقليم ورزازات. اليوم كنتواجدوا بمقر الحزب الكائن بحي المسيره حيث انعقد لقاء تواصليا بحضور الاستاذ المناضل الكبير والنائب البرلماني وعضو المكتب السياسي وكذلك منسق جهوي لجهه درعا تافيلالت الاستاذ شبعتو وكذلك بحضور رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعا تافيلالت السي عبد الكريم ايت الحاج والإخوان المنسقين والمنسقات وكذلك المناضلين والمناضلات ديال حزب التجمع الوطني الأحرار بإقليم ورزازات، حيث تطرقنا إلى عدة نقاط التي ناقشناها فيما يخص الإنجازات التي قامت بها التنسيقية على مستوى الإقليم وكذلك تنويها بالعمل الذي يقوم به هذا الفريق لا من القطاعات الموازية من المرأة والشباب وكذلك المنظمة ديال الصحة التجمع الوطني الأحرار بإقليم ورزازات وكل ننوه بهذه الجهود التي تقوم بها هذه الفئة ونحن فخورون بهذا العمل ونحن مستعدون كذلك للاستمرار كذلك في هذا النهج لبلوغ الأهداف التي اصطدمناها منذ تعيينا كمنسق الإقليمي بورزازات. ولا أنسى كذلك الطاقم الصحفي الذي يواكبنا في جميع محطاتنا وأنوه جميع الجهود التي يقوم بها هذا الطاقم الصحفي وكذلك بجميع المناضلين والمناضلات ديال حزب التجمع بورزازات ونحن مستعدون للاستحقاقات القادمة إن شاء الله بأننا نحن سنقول كلمتنا ونحن نؤمن بقدراتنا وبعملنا ونحن لا نستسلم أبدا وهذا العمل سيستمر إن شاء الله بتضافر الجهود للإخوان كلهم ولا يسعنا كذلك إلا أن ننوه بالعمل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث أعطى أولوية لجميع المواطنين لكي تمر عملية التلقيح ببلادنا في ظروف ملائمة وفي ظروف أحسن وكذلك ننوه بجميع الجهود التي يقوم بها صاحب الجلالة ونحن مجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله والأسرة الملكية الشريفة ونحن نحب وطننا وشعارنا الله الوطن الملك. اللقاء التواصلي استهل بكلمة ترحيبية وأشاد بجهود كافة المناضلات والمناضلين حيث يأتي هذا اللقاء استمرارا لعدد من اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف الحزب لمناقشة عدد من المواضيع الداخلية بالجهة وأهم التطورات الخاصة بالانتخابات المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي الطاهر العلوي مريم منسقة إقليمية للمرأة التجمعية بإقليم ورزازات. بتاريخ اليوم 12/2/2021 تم لقاء تواصلي بين مناضلين ومناضلات حزب التجمع الوطني الأحرار بورزازات وسيد المنسق الجهوي سيد شبعتو. تم من خلال هذا اللقاء تم تدارس مجموعة من الأمور تخص الشأن المحلي بإقليم ورزازات وعلى رأس هذه الأمور تمت مناقشة انتخابات 2021 الناس اللي غادي يترشحوا إن شاء الله على صعيد البرلمان على صعيد الجهة وعلى صعيد البلديات وكذلك الجماعات. وفي هذا اللقاء هذا أكدوا المناضلين ومناضلات حزب التجمع الوطني الأحرار على استمرار ديالهم إلى جانب السي عزيز أخنوش وإلى جانب السي عزيز أخنوش وراء جلالة الملك نصره الله وكذلك بنضالهم في الميدان وبنضالتهم في الميدان وقربهم المواطن يتمكنوا ان شاء الله من
من تحقيق هدف الأهداف اللي هي أهداف ديال حزب التجمع الوطني الأحرار، وسنعطي الكلمة إن شاء الله في انتخابات 2021. وشكرا. ودعا الحاضرون للتجند ومضاعفة التعبئة من أجل مواجهة كل عمليات التشويش التي تستهدف الحزب، والالتفاف حول خطاب مسار الثقة وخلف توجيهات رئيس الحزب السيد عزيز أخنوش.